ठीक है अच्छा है आइए अन्ने बढ़िया डू यू स्पीक अरबिक نعم ثاني الأردن عنده صحة وعافية الله يسلمك تعرف تحكي لهجة غير لهجتنا أو اللهجة الأردنية بشكل بعرف أحكي لهجة مش مفهومة أصلا يلا احكي شكرا لك عبدي أنا جوجو ما قاعد أزعلك وجوبي كلام كذا شو متك ما ذكرني بحمود حز نظارة شرقاوي بعرفها والله أنا من يوم من كنت معاه وأنا روحت معاه فجيت أنت معه وأنت كمان كنت وين رحت معه وأنا ما أدري من أنت من أنت لهجة مثلا لهجات الدول العربية الثانية بتعرف تحكي بعرف أحكي إنجليزي لا عربي خلي انجليزي عادي بنحكي انجليزي بتحكي عربي يعني بعرف احكي زي جزائري مثلا جزائري والله ما اعرف جزائري بعرف اذا بدك ايش بعرف شبيك تحكي معي هذا عراقي يا مرحبا بكل اهل العراق راسي والله تعرف بس انا عايش هون يعني ما بدي اقول لهجتك ابدا ابدا مش عراقيه لا صار لي 20 سنه هون يا مرحبا فيك هذا خلاص انت صرت اردني لعاد احكي لنا عراقي شكو ماكو والله كلش زين بالطياره اكو ببجي ايش البرنامج بس ما اعرف كونك انت من اصول كرديه بتعرف تحكي كردي كردي مش كثير والله ضعيف جي في جدا واعطينا هيك مثلا مرحبا كيف حالك شو اخبارك بالكردي بعطيك اياها بالتركي بالتركي ناسلسن شو بدك احكي وانت شو بتحكي لا انا ماليش لبناني لا ما بدي شيء بتعرف تحكي شيء ثاني ما بعرف احكي لبناني بدي الدلع بعرفش الدلع بعرفش الدلع لا هذا لهجتهم حلوه مش دلع طب سوري ابن عمي مش ابن عمي والحكايات عايشك برقة عايشك بزاف نبغيك بزاف السلام عليكم هاي هاو ار يو هي هي ام فاين هاو ار يو فروم فروم هنغري اوكي نايس تو ميت يو دو سبيك عربيك دو يو نو اني وورد ان عربي ام فاين ثانك يو فيري ماتش دو يو سبيك اني لانجويج I'm Maltese. ونعم يا بيت ويلكم هذو من مالطا اخوان تعرفوا do you know any word in Arabic like كرسي chair no but our language Maltese is similar to your language yeah say something in Arabic say something in Arabic oh ashuka this is you can say بعثران pardon بعثران بتران بتران هاي النبتة عشان وجع البطن I love Jordan Thank you very much Beautiful people, friendly people غير لهجتنا هلا اخوي ايش اخبارك شعلومك والله بخير طيب شلونك احكي معك ليبي احكي ليبي شن حالك باهي باهي تركي تركي لا بعرفش لا بعرفش بس ليبي ايش بدك خليجي يمني يمني والله يا اخونا انا احبك ونعشقك نحب اهل اليمن واهل الاردن والله ونعم نشاربك وصاحبك شو بتعرف تحكي ايه بعرفش احكي شيء بس اردني بس شو بتعرف تحكي عراقي يا معود يلا معود شو تقول اقول احب اهل الاردن كلش ترى وترى الاردن منوره باهلها يا مرحبا ومرحب بيك حبيبي قل الهلا ما شاء الله عليك عشت بالعراق ايه طبعا ببغداد ريالك ساحة ميسلون طبعا مساء الخير كيف حالكم؟ شو اخبارك؟ لا عافية عفوا عفوا يا قناة الحقيقة الدولية انتم العراق؟ اي والله ونعم يا مرحبا فيكم الله ينعم عليك قبل شوي موضوعنا انه اذا الشاب يقدر يحكي لهجة غير لهجة الاردن كاردني كونك عراقية ويا مرحبا فيك احكي لنا اردني اردني؟ بدنا نمشي دغري بدنا نمشي دغري؟ بدنا نفل يا مرحبا لهجة سوري لك ولا لك مش حط السيارة اتذكر مقطع بعقلي حاسس باب الحارة بشخطة على البلوعة طب شو البلوعة بشخطة طول 6000 جزء بده يشخطها على البلوعة طب لبناني لبناني بحكوا استيز عن استاذ عن استاذ؟ استيز استيز صحيح استيز استيز طيب خليجي بتعرفي؟ خليجي زين كلمة زين عاد احنا اردنيين نحكي زين برضو نفس الشيء لا بدي كلمة اقوى اقوى والله مش كثير عارف اجنبي معظم الوقت انجليزي؟ طب اعطيني يعني اني وورد ان بريتش اكسنت بريتش؟ بريتش 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 شكرا لكم هاي هاو ار يو Extremely well, thank you. Thank you very much. And Where you? Are you from? I'm good. I'm from Poland. Oh, nice to meet you. You are welcome nice in Jordan. You. Do you know any word in Jordan? You can speak Arabic? Shukran. Shukran. And let me remind.
Good morning, but صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. نعم. It's a good morning. Good night. It's mean تصبح على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. How long you have in Jordan? Today I flew today. Nice to meet you. You are welcome, sir. طب ازيك؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه دلوقتي؟ تمام الحمد لله. اراقي مره واحده شاكو ماكو خلاص ماكو شيء بخير. انا عربي بعرفش احكي. سالو سالو هاو ار يو دو نو اني وورد ان عربي؟ طيب طيب ان شاء الله دوم تظل طيب. يعني غير الاردني مالك ابن عمي ما بني شيء شبيك ماكو شيء. هيك انت لا انا بعرف كل اللهجات. تعال ماتيلدا احكي مع ماتيلدا. كيف حالك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ سحر. شو اسمك؟ مايا. مايا ما شاء الله احلى بنوته في العالم صلاة النبي. ازيك يا باشا؟ الحمد لله بخير حضرتك. الله يسعدك. احوال ايه؟ مية مية والافراخ الجمعية وانت؟ تمام الحمد لله كله تمام. تعمل ايه هنا؟ قاعد والله بالشغل. قاعد من الشغل؟ قاعد بالشغل. سمعت الماتش؟ سمعت الماتش. سمعت الماتش مش شفت الماتش. ازيك؟ بخير وحضرتك؟ لا 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 ولا شيء. ولا شيء لا. مصري. انا الماني وبس. الماني؟ يي بنطلع التلفزيون بعد ما نطلع. طب احكي بالالماني. غوتن مورنينغ. غوتن مورنينغ. ازيك عامل ايه اخبارك؟ بخير الحمد لله وانت حضرتك؟ الحمد لله تمام. تمام؟ من فين انت؟ اردن. طيب احكي لي اي شيء بالسوري مثلا. يا مي شو غوار. انا لبناني بعرفش احكي لبناني. سوري ولا سوري. بحكي معك برتغالي. برتغالي يا سيدي. شو بدك؟ كاموستاس. مو بيان اي تو. مو بيان تو. وانت يا سيدي شو بتعرف تحكي لبناني؟ معه بس برتغالي. ولا لبناني؟ ولا لبناني. كمان برتغالي؟ ولا برتغالي. طب يا اخ والله يعني اشي رائع. احنا لقينا تنوع سوري مصري عراقي. في ناس الماني قبل شوي. في صبيه حكت بالالماني قال لي غوتن مورنينغ. ايش حكيت؟ غوتن مورنينغ. مش عارفه. لا غوتن نخت تصبح خير. اما هو انت مورنينغ بتحكي لي هسه والله غير انجليزي والله. ازيك؟ بخير حضرتك. عامل ايه؟ مية مية. كيف العيال؟ والله تعبانين. تعبانين ليه؟ احنا غلابه يا باشا ما فيش حاجه هنا. ليه؟ عايز ارجع مصر. ما ترجع حد حيشك؟ والله ما حدش حيشك. طيب كيفك؟ الحمد لله. شو عم تعمل؟ ولا شيء قاعد هون. ما رحت على البزوريه؟ لا ما بروحها. لا رحت عند بقداش؟ والله ما بقدر. ليش؟ خيي ما بقدر ما فيني روح انا. لاقي معك 500 ورقة طربوش. ما بعرفك.